طقوس العيد حاضرة في الشارع الأردني، لا تضعفها متحورات كورونا ولا حتى الأوضاع الاقتصادية التي يعاني جانب من الأردنيين من تراجعها. محمد اصطحب عائلته إلى وسط العاصمة عمان لشراء ملابس العيد، وكعادتهم الأطفال هم الأكثر سعادة بقدوم العيد، فالهدايا والملابس والعيديات من نصيبهم، والبضائع بكل الأسعار والمستويات، وكل حسب مقدرته. العيد عندنا فرحة للأولاد، هو فرحة للأولاد، فطبعا قبل العيد في تجهيز ملابس الأطفال، تحضير ملابس العيد تاعتهم، وقبل بيومين في تحضير معمول والكعك والشوكولاتات. نلبس ملابس العيد، منعيد الأولاد، نأكل معمول، منقعد مع بعض، ممكن نسلم على الجيران والقرايب. أضحية العيد واحدة من الطقوس الهامة عند الأردنيين، وارتفاع الأسعار هذا العام لم يمنع كثيرين من النحر. نزار جاء لشراء أضحية للعائلة، تفقد الخراف جيدا ثم اختار واحدة مستوردة، فثمنها أقل من ثمن الخراف البلدية ولها نفس الجودة. بننزل أنا والأولاد نشوف الأضاحي، طبعا أنا بأخذ بالنسبة لي بختار الروماني دائما، سعر مناسب يعني متوسط، الأغلبية بيقدر يعني يشتري هاي الأضحية كونه سعره أحسن من البلدي، يعني بفرق له 40-50 دينار. لا والله أنا بأخذ روماني ونفس الجودة تقريبا. يأتي العيد والبلاد تعيش حالة من الاستقرار النسبي في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مما سمح للأسواق بفتح أبوابها حتى منتصف الليل، وللناس بممارسة حياتها بشكل طبيعي نوعا ما، رغم الدعوات الرسمية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة. صخب العيد حاضر في الأسواق الأردنية، بيع وشراء وأصوات تتعالى، الشراء حسب الحاجة والمقدرة، وطقوس العيد تتعدى ذلك إلى الزيارات العائلية رغم المخاوف من كورونا، ووسط دعوة الحكومة إلى الحذر الشديد. نايف مشاقبة، سكانوز عربية، عمان. شكرا لمتابعتكم، اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.